السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نادية عبد العزيز. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني بكل دكاتها. قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. مكوناتنا عندنا كبدة متقطعة شرايح وفلفل أخضر متقطع ومعلقتين ثوم ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقتين خل وربع كوباية زيت وليمونة. بعد كده في طاسة على النار هحط شوية زيت واسيبهم لحد ما يسخنوا شوية. وبعد كده هنزل بالثوم ، انا مش عايزاه لونه يتغير، انا بس عايزاه يدبل شوية. وبعد كده هنزل بالفلفل بتاعنا وهبدأ اديله بس تقليبة كده لحد بس ما لونه يعني يبدأ يتغير. وبعد كده هنزل بالكبدة بتاعتنا تقليبة بس كده شوية. بعد كده نزلت بالكبدة بتاعتنا. انا لسه ما حطيتش اي حاجة خالص، ولا بهارات ولا خل ولا اي حاجة خالص. بنحط الحاجات دي في الاخر عشان تحتفظ بالطعم بتاعها وبالريحة. بعد كده نزلت بالبهارات بتاعتنا الكمون والكزبرة والملح. وطبعا نزلت بالخل كمان، وفي الاخر خالص نزلت بالليمونة. وبعد كده شكلها في الاخر. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.